من سنين طويلة لليوم ارتبطت أيام وسهرات شهر رمضان المبارك بالعالم العربي بالدراما والمسلسلات، إن كان المسلسلات الإذاعية أو التلفزيونية، خاصة بعد ظهور التلفزيون وانتشاره بشكل كبير وإثبات وجوده المحوري بصالون كل بيت. والارتباط بين شهر الفضيل والمسلسلات حصل لأسباب اجتماعية واقتصادية أيضا، منا حاجة الناس في هذا الشهر لشي يسلي صيامهم ويخلي الوقت يمر أسرع وأخف، وحاجة الناس أيضا على الإفطار ومن بعده للترفيه ولشي هيك يجتمعوا عليه ويتفرجوا مع بعض كعيلة أو كأصدقاء، خصوصي أنه هذا الشهر يحمل الكثير من الأجواء العائلية ولمة الحبايب والأصحاب، واللمة بدها شي حليها ويسليها حتى نغير جو يعني. وبما أنه الاستهلاك حسب الأرقام بيزيد خلال شهر الفضيل والطلب على السلع بيزداد وبيرتفع بشكل كتير كبير، خاصة الغذائية منها، فالعامل الاقتصادي أيضا دفع إلى أنه يكون في محتوى ترفيهي جاذب خلال هذا الشهر كرمال المعلنين يلاقوا أرض خصبة لنشر إعلاناتهم والوصول للمستهلكين بأفضل طريقة ممكنة. والمسلسلات والبرامج الرمضانية مكان مثالي لهذا الشيء، والكل ربحان. It's a win-win situation مثل ما بيقولوا، يعني الكل ربحان ومستفيد بهذه الحالة. المسلسل محضور، المعلن عم يوصل إعلانه، التلفزيونات عم تربح من هالإعلانات، والمشاهد عم يتفرج ويتسلى ويقضي وقت لذيذ مع حبايبه. طيب هالسنة شو بدنا نحضر؟ ويا ترى شو في مسلسلات حلوة وبتستحق المشاهدة؟ وعتقب والنبت أي تمرد على السلطة الفرنسية رح تكون عقوبته. أنا جاد وهبي وأنتوا عم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست ولا بالأفلام على راديو الرابعة. بهالحلقة رح ننط من السينما للدراما ونحكي مسلسلات مش أفلام، فيكن تعتبروها حلقة ولا بالمسلسلات. ورح أخبركن عن 8 مسلسلات سورية أنا ناطرة ومتحمس لها برمضان 2024. ليش سورية؟ لأني بصراحة وببساطة منحاز شوي للدراما السورية وبحبها، بس مش يعني ما بحب غيرها ومش يعني ما رح نحكي عن غيرها، بنا هي بدنا نبلش من شي مطرح. فرح يكون إن شاء الله في حلقات تانية خلال شهر الفضيل أو من بعده مخصصة لدراما أخرى، بس اليوم رح نبلش مع دراما السورية العائدة بقوة، وهذا سبب إضافي لنبلش معها إن خاصة في العامين الأخيرين عائدة بقوة إلى الساحة من بعد تخطي الكثير من الأزمات. فشو المسلسلات السورية المهمة لهالسنة؟ يلا تعالوا نحكي ولا بالأفلام. أوكي أهلا فيكم. خليني بالبداية خبركم أنه أكيد في كتير إنتاجات هالسنة وكتير مسلسلات قد تستحق المشاهدة والتناول والحديث، بس أكيد ما فينا نحكي عنهم كلهم. بالإحصاءات من المحيط للخليج إذا بتحسبوا كل مسلسلات فوق 120 مسلسل عم نحكي. هل 8 مسلسلات هني اللي أنا على المستوى الشخصي بالدراما السورية ناطرهم أكتر من غيرهم لأسباب مختلفة، قد تكون بسبب ممثل ما أو كاتب ما أو مخرج ما أو حالة عامة. ومثل ما دايما منقول هيدا بالآخر رأي شخصي، ويمكن يكون في مسلسلات أحلى ما ينحكى عنها بهالحلقة، بقى عذرونا هيدي خيارات أو خيارات لنكون دقيقين لغويا. بالحقيقة يعني رح نبدأ مع مسلسل ما كنت متوقع اني رح شوفه، هو مسلسل أغمض عينيك، كتابة لؤي نوري وفادي محمد المنفي وإخراج مؤمن الملا، ويعرض على شاهد. اللحظات اللي غيرتني هي اللحظات اللي ما عملت حسابها وما قدرت غير فيها شيء. ما كان في شيء رح يشجعني شوف هالمسلسل لو ما بالصدفة اكتشف الكاست العظيم يلي فيه، ممثلين فعلا على مستوى عالي جدا، وجود هذا الكم من الممثلين بهيك عمل بيخليك تقول انه اكيد شافوا شيء واعد بالنص لحتى قبلوا يشاركوا، او خلينا نتامل هيك على الاقل، مع انه مش على طول بيكون مؤشر دقيق. ايام بيكون في مسلسل في قمم تمثيليه وبيطلع مسلسل او فيلم يعني غير جيد، بس نتامل انه هالممثلين اللي اختاروا او قبلوا يلعبوا بهيدا المسلسل يكونوا فعلا شافوا شيء بالنص مهم. عم نحكي مع حفظ الألقاب طبعا عن منى واصف، فايز قزق، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، أحمد الأحمد، وفاء مصلي، محمد حداقي وغيرهم. معظم هالأسماء اللي ذكرتها إجمالا انتقائيين بخياراتهم، بيعرفوا بخياراتهم شو ينقوا وين يروحوا،
ما عدا اسمين ثلاثة من اللي ذكرتهم، البقوي إجمالا بيعرفوا ينقوا عملهم كتير منيح. أنا بصراحة كرمال هيك كاست مستعد شوف كذا حلقة وأعطي فرصة للمسلسل من قلبي. شفت حلقة واحدة لهلأ وكانت بداية جيدة، واضح إنه المسلسل رح تدور أحداثه حول طفل مصاب بطيف التوحد، والطفل بأول حلقة عمل أداء لافت لدرجة صرت أتساءل إذا هو فعلا من أطفال طيف التوحد أو لا. اسمه زيد البيروتي وبرافو عليه. يا ميت أهلا وسهلا بالسيد جود. تاني مسلسل سوري رح نحكي عنه برمضان 2024 هو نظرة حب، أو نظرة حب، كتابة رافي وهبي، إخراج حسام علي، ويعرض على تطبيق يانجو بلاي. بطولة باسل خياط، كارمن بصيبس، رندا كعدي، بيير داغر، ميشيل حوراني وغيرهم. ما في حكاية بتستاهل تنحكى إلا والصدفة إلى مطرح فيها. الصدفة. أنت وين؟ اللي بتخبي سر. شفت أول حلقة دون أي توقعات للحقيقة، شفتها بس لأنه كاتب المسلسل هو رافي وهبي، مش لأنه هو رافي وهبي ونجاد وهبي أكيد، بس لأنه بحب كيف بيكتب رافي وهبي، خاصة بحب له مسلسل سابق عمله بعتقد معظمكم بيعرفوا اسمه سنعود بعد قليل. وشفتها كمان لأنه المسلسل فيه باسل خياط ورندا كعدي. بصراحة رندا كعدي بتستاهل تنشاف لو عم تلعب لحالة بمسلسل سيء حتى، وبس الممثل مهم جدا، من أهم يعني الأسماء التمثيلية بين أبناء جيله بالسنوات الأخيرة، رغم أنه خياراته أحيانا خاصة بالفترة الأخيرة ما عم تكون جيدة، بيقع أحيانا في رتابة الأداء، بس لا شك أنه من أهم ممثلي جيله وقدم أعمال مهمة جدا. أنا مش معجب كتير بكارمن بصيبس، كتير حيزعلوا مني بعرف، برجع بنقول أراء شخصية، بس لابد من الاعتراف بنجاحها بوصولها للناس، عم تشتغل على حالة، عم تجرب تطور أدواتها ووجودها بخطة ثابتة. يعني الحلقة الأولى اللي شفتها من نظرة حب كانت مشجعة جدا، المسلسل خالق حالي يعني مختلفة شوي يعني معودين عليه، معيشنا ببيئة أنا صدقتها صراحة، راسم البيئة تبعه بشكل جيد جدا على المستوى التصويري والإخراج ومستوى التفاصيل. باسل خياط طالع من جلده اللي عودنا عليه مؤخرا وعامل شخصية مختلفة، أداء يبدو مختلف أيضا كحلقة أولى، كنظرة أولى على نظرة حب. وتبهوا هيدي حلقة كلها نظرات أولى، يعني ما في حكم نهائي على، ما فيك تحكم على شيء من حلقة واثنين وثلاثة، يعني بعدنا بأول الرحلة، بعدنا بأول الشهر. نظرة حب من المسلسلات يلي أكيد رح كفي شوفها، وأنا مين اللي رح أحكي هون على المسلسلات يلي عم شوفها أو ناوي شوفها أو شفت منها ومحمس كفي، أوكي؟ فأكيد نظرة حب رح كفي شوفه من المسلسلات اللي رح أطيل الفرصة الكاملة، يعني رح شوفه أصبر عليه لقدام منيح لأنه بدايته كانت لافتة بالنسبة لإلي. لك يا ارض الحلال رح بتحط حالك وتحطني بورطة، الله اعلم لوين بدها توصلنا. نوصل لثنائية الكتاب الابرز بالدراما السورية بالفترة الاخيرة، لما نحكي كثنائية كديو كتابي، علي وجيه ويامن الحجلي، يلي مجرد ما اشوف اساميهم على اي عمل صرت بشوفه بدون ما اطلع على شيء تاني، خلص اوكي. عاملين قبل على صفيح ساخن كان مهم جدا، عاملين مع وقف التنفيذ كان مهم جدا، عندي شويه مشاكل معهم بتبلش من هيك ربع او نص المسلسل وطلوع لحتى نوصل للنهايات، بيدخلوا في شيء بيفلت منهم، بيدخلوا احيان بمشكله مط، بيدخلوا احيان يعني بهبوط بالايقاع، في قصص بتفلت منهم شوي، ولكن بشكل عام هيدا إذا بدنا ندقق كتير، بس بشكل عام عم يعملوا شغل حلو، عم يجربوا يعملوا شيء مختلف من نص قلب الواقع. هالثنائية اللي رح تخليني شوف المسلسلين اللي رح أحكي عنهم هلأ، منبلش مع أولاد بديعة، غير أنه كتابة علي وجيه ويامن حجلي يلي مشارك بالبطولة كمان وهو ممثل على فكرة جيد جدا. المسلسل إخراج رشا شربتجي يلي تعد من أهم يلي بيعملوا إخراج على الساحة السورية والعربية أيضا بالدراما طبعا، وكاست عظيم مليان نجوم ممثلين بحق، يعني عم نحكي عن سلافة معمار، عن فادي صبيح، عن محمود نصر. فادي صبيح يستحق إشادة لحاله على فكرة، لأنه آخر سنتين ثلاثة أربعة اللي هن قصة كبيرة. محمود نصر كمان، سامر إسماعيل، نادين تحسين بيك، نادين خوري، إمارات رزق، محمد حداقي وغيرهم.
فالكاست كمان مهم جدا، والقصة بتدور بين زمانين في إحدى المناطق الشعبية العشوائية، خلينا نقول في قلب دمشق. ورغم أنه القصة مبنية بشكل أو بآخر على صراع إخوة، وهذا شيء مش جديد بالدراما بشكل عام ولا بالسينما، بس طريقة الطرح وتميز هالكاتبين دايما بالنزول إلى هيك إلى القعر، عم بيجيبوا قصصهم من تحت، من تحت جدا، رواية قصص من قلب الواقع العشوائي والمؤلم، عطين هالقصة شيء من الأصالة، شيء من الأوثنتيسيتي يعني، وعطينا أهمية كمان. ومن بعد مشاهدتي بعتقد صرت بالحلقة الخامسة لهلأ، أكيد بقول أنه هالمسلسل من أهم الأعمال الرمضانية هالسنة، يمكن لحد هلأ أهم واحد عم شوفه. فادي صبيح عن جد قصة تانية يا جماعة، هالقدرة على الاختلاف من عمل إلى آخر، هالقدرة على تطوير الأدوات من عمل إلى آخر، هالقدرة على تقمص الشخصية من عمل إلى آخر، لابد من الإشادة فيه. أنا عم حب كتير شو عم يعمل، وهالمسلسل معروض على شاهد وأكيد أنصح بمشاهدته. يخرب بيتك، والله طلع عندي ما بيجوز عليك غير الشفقة، لأنه اللي عرفنا عنك والله ببكي. أنا طلعنا ونزلنا رح نضل بلاد بديعة. رابع مسلسل كمان كتابة علي وجيه ويامن حجلي، هو مسلسل مال القبان الذي كان يفترض عرضه رمضان الماضي أعتقد أو بوقت سابق يعني، تأجل لرمضان هالسنة، وكرمال هيك في عملين لنفس الثنائي لنفس الكاتبين عم ينعرضوا بهالموسم الرمضاني، ويعتقد هني ما كانوا بفضلوا عملين لأنه ينعرضوا بنفس الموسم منشان كل عمل ياخد حقه لحاله يعني، ولكن تم تأجيله من الموسم الماضي لهالموسم. ولاد بديعة أوريدي مقرر لهالموسم فنعرضوا أو عم ينعرضوا مع بعض. طبعا مال القبان بعد ما صار لي يشوف منه ولا حلقة، شفت مشهدين خليني أقول بالصدفة على السوشيال ميديا كانوا عظيمين، زادوا حماسي لبلش شوف المسلسل. الإخراج لسيف الدين سباعي، البطولة للكبير العملاق بسام كوسة، لسلفة وخرجي أيضا، حلا رجب، ختام اللحام الكبيرة والقديرة والرائعة جدا، ويامن حجلي أيضا موجود، خالد القيش وآخرين. بعتقد بكفي تشوف اسم بسام كوسة على مسلسل حتى تتابعه بدون ما تفكر يعني، حتى تعطيه فرصة على الأقل. هذا الرجل مشاهدته على الشاشة أنا بعتبرها جائزة لنا يعني، احنا محظوظين انه موجودين بزمن فيه هيك ممثل. طلع دايما مشهد هو وامه بالمسلسل يلي عم تلعب دورها ختام اللحام، مشهد يا جماعة شغلي بقمة العظمة كتابة وتمثيلا. المشهد مكتوب كتير حلو، مصور حلو، بس الاداءات ماشي، بتحس على بدتوها بتتفرج على عيون انه هيك بيكون تمثيل، تقعد زقف لهم يعني للجماعة، واثنيناتهم مش 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 عايزين شهادات يعني، بس شي بيوقف القلب، مشهد كان مش معقول شو حلو. ضروري اليوم أو باليومين بلي شوف هالمسلسل مال القبان، وانتو شوفوه كمان، معروض على شاهد، وتدور أحداثه داخل سوق الهال في العاصمة دمشق، وبيسلط الضوء على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوريا من خلال قصة عائلة نعمان الزير وما تمر في هذه العائلة. بصراحة هيدا أكيد من أكثر المسلسلات يلي أنا متحمس لها. الدنيا بتعطي الواحد فرصة، بقى هو وشطارته وذكاء. أنا ما بدي شيء، بدي أعيش، بدي أعيش حياة عادية وبس. مسلسلنا الخامس يلي حنتناوله هو كسر عظم، الجزء الثاني يلي عنوانه السراديب، كتابة رفعت الخطيب وهلال أحمد، وأخراج كنان سكندراني، يعرض على قناة وتطبيق أبو ظبي. لك اللعبة بداية ونهاية. الظاهر من أمثالك لما بيستلموا منصب بيفكروا إن الدنيا رح تتغير على دورهم لأنهم بسطاء. يعود في هذا الجزء أبو ريان مع الكثير من الدراما والأحداث العلاقة بالسياسة بالمجتمع بالفساد. أنا صراحة رح شوف هالجزء لأني شفت الجزء الأول وحبيته إجمالا، مع بعض التحفظات كان عندي شوية مشاكل العلاقة ببناء الدرامي، شوية مشاكل العلاقة بإيقاعه، بس هيدا شيء أنا برأيي بحس أنه سمة مشتركة، قصة التطويل صايرة سمة مشتركة مع المسلسلات الرمضانية التي تصر على تقديم 30 حلقة. خلاص روحوا للعشرة والخمستاعش يعني، مش ضروري إذا شهر 30 اليوم نعمل 30 حلقة، بدنا بالعافية نعمل 30 حلقة. وصار في مسلسلات عم تروح لخيار 10 و 15 حلقة وبحيهم صراحة يعني، عم نفوت بتطويل ما له أي لزوم.
أكيد رح شوف الجزء الثاني، أكيد عندي فضول كمل الرحلة مع الشخصيات أو مع الشخصيات اللي بقيت من الجزء الأول يعني، وشوف شو ممكن يقدموا لنا جديد كمان في الجزء الثاني من مسلسل كسر عظم السراديب. المسلسل بطولة فايز قزق، رشيد عساف، وعبد المنعم عميري وآخرين طبعا، بس الثلاثي اللي ذكرته يعني ثلاثي كافي يخليني أعطي فرصة لأي مسلسل بيكونوا فيه صراحة. عم نحكي عن ثلاثة رائعين يعني، فأي رح شوفه بس بعد ما بلشت شوفه. إذا حبيت تعرف حقيقة الشخص اللي قدامك لازم تراقب تصرفاته مع اللي أضعف منه. سادس مسلسل سوري رمضاني رح نحكي عنه لهيدي السنة هو نقطة انتهى، المعروض على تلفزيون دبي وتطبيق أوان، كتابة فادي حسين، إخراج محمد عبد العزيز، يلي لهلأ ما قدرت اتخطى مشاكله بمسلسل النار بالنار السنة الماضية. مسلسل نار بالنار يلي بقي بالنسبة إلي أفضل مسلسل برمضان لتقريبا آخر 10 حلقات منه، يعني الحلقات يلي ما كملها الكاتب رامي كوسا بسبب خلافه الشهير مع المخرج محمد عبد العزيز. وبصراحة نهاية المسلسل نار بالنار السنة الماضية كانت مهزلة، يعني ما بعرف إذا الحق فعلا على المخرج أو شو اللي صار أو مع مين الحق، بالنهاية ما كنت معهم، بس المسلسل راح لمطارح بالنهاية، راح لخيارات درامية عجيبة غريبة وغير منطقية يعني. فمحمد عبد العزيز يعود هذا العام مع مسلسل نقطة انتهى. بدك تنضر وتتبهدل ولا تنحب وتنحط على الراس؟ المسلسل كاتبه فادي حسين، بطولة عابد فهد وعادل كرم، وأنا ببساطة كرمال هاتنين رح أعطي فرصة للمسلسل لأني بحبهم، يعني رغم تحفظي على بعض خياراتهم بس إجمالا بحب شوف شو مقدمين، وبعتبرهم اتنيناتهم ممثلين على مستوى عالي جدا. وعابد فهد طبعا مش بحاجة لشهادات، بس في ناس قد تستغرب أني عم أقول عن عادل كرم يعني ممثل كبير، هو ممثل كبير فعلا، أنا لا أحبه في تقديم البرامج ولكن في التمثيل الكوميدي والدرامي وفي السينما بعتبره ممثل خطير بكل معنى الكلمة. نعم، ويعني بتشارك بالبطولة كمان ندى أبو فرحات اللي كمان بعتبرها من أهم ممثلات جيلها في لبنان، إن لم تكن الأهم في جيلها بلبنان. والله أنا بتحمل وجع بس عندي قلب واحد. بيرات أطريب موجودة أيضا، أنس طيارة أيضا اللي السنة الماضية قدم أداء كتير مهم بالزند كمان موجود في هذا المسلسل، مسلسل نقطة انتهى، والكبيرة وفاء طربي، القدير جورج شلهوب وآخرين. القصة بتدور بإطار من الجريمة والغموض والتشويق لما صيدلاني بيرتكب جريمة عن طريق الخطأ لحدا قريب منه من الأقرباء يعني، وبيكتشف الكثير من الأسرار خلال سعيه لإخفاء جريمته. بعد ما شفت منه إلا مشاهد قليلة، بس المشاهد اللي شفتها كانت مشجعة بصراحة. هلأ شفت وقرأت ردود فعل تقول إنه بطيء، بس أنا صراحة رح أعطيه فرصة ورح بلي شوفه على الأكيد في أقرب فرصة يعني. أنا هلأ هيك. مسلسلنا السابع وما قبل الأخير اليوم هو مسلسل وصايا الصبار، اللي حاسس إنه ما نعمل له تسويق كافي لأنه أنا بالصدفة عرفت فيه يعني، وعرفت إنه أصلا موجود يعني، مع إنه إخراج سمير حسين واحد من أهم وأكبر المخرجين بسوريا، كتابة فادي حسين، بطولة طاقم تمثيلي هائل، أمل عرفة، عبد المنعم عميري، فايز قزق، صفاء سلطان وغيرهم. على فكرة يعني أمل عرفة وعبد المنعم عميري الكوبل السابق مشاركين مع بعض بعملين السنة، يعني أغمض عينيك ووصايا الصبار. لما تقرأ اسم هيك مخرج سمير حسين مع اسم هيك ممثلين اللي ذكرتهم هلا بتقول المفروض يكون مسلسل مهم، تتأمل أنه يكون مسلسل مهم. بعد ما لحقت تشوف منه شيء أبدا ولا حتى مشهد واحد، ما بعرف ولا شيء عنه، بس ببحث صغير يعني يبدو أن المسلسل بيحكي صراع بين عائلتين، وحدة ذات سلطة ونفوذ والثاني من طبقة مسحوقة، وبتشتعل بيناتهم النار بإطار درامي مشوق لما يعني عائلة منهم بدها تاخد مطرح العائلة التانية. لكن روحية هيك ذكرتني فيلم باراسايت، يعني الخط العام أكيد رح تكون مختلفة المعالجة بعتقد، بس أنه الخط العام هيك ذكرني بفيلم باراسايت اللي ربح الأوسكارز، ربح أوسكار أفضل فيلم، فيلم الكوري ب 2019. المهم النار تشتعل بين هالعائلتين بإطار درامي مشوق. المسلسل يعرض على قناة وتطبيق أبو ظبي، ورح برلش أشوفه هالأسبوع أكيد، خلاص حطيت
قررت هالشي. انتو كمان شوفوه، لانه صراحة هيك مخرج وهيك طاقم تمثيلي بيستاهلوا فرصة. الدنيا فيها خيارين، يا اما بتدعس. شو اللي عم بيصير؟ يا بتندعس. ثامن واخر مسلسل رح نحكي عنه اليوم هو المسلسل اللي انتو ناطرين اصلا نحكي عنه، عم تقولوا كيف تركوا للاخر، هو منشان هيك تركوا للاخر. لا تضلوا معنا يعني. مسلسل تاج طبعا. المسلسل يعود مع نفس رباعي مسلسل الزند تبع العام الماضي. شو يعني الرباعي؟ عم نحكي على الانتاج الصباح، اخراج سامر برقاوي، كتابه عمر ابو سعده، وبطوله تيم حسن. هذا الرباعي يعني صار هيك عم يشتغل مع بعضه، يبدو متفاهم، يبدو منسجم، وعم بيقدم الاعمال. الموسيقى ايضا هالسنه لاريجان سرحان يلي فينا نضمه للرباعي، يصير خماسي بقى، يلي كمان بالزند عمل شغل عظيم بصراحه يعني. والشغل اللي عمله بالزند طبعا مختلف، ما في وجه مقارنة، شغل مختلف عن شغله الموسيقي بتاج. بس بتقولي لأي بفضل؟ أكيد شغل الزند. الموسيقى التصويرية وشارات المقدمة والخاتمة بالزند كانوا out of this world، كانوا روعة. مش عم بقول إنه مش حلوين بتاج، بس أكيد أنا بفضل الزند. هالمسلسل معروض على شاهد، فيا يونان تخوض تجربتها التمثيلية الأولى فيه، وطبعا الكبير بسام كوسا موجود في البطولة أيضا، وعدد كبير من الممثلين. شفت 4 حلقات من المسلسل، عجبتني. يمكن لتكون نزلت هالحلقة بكون صاروا 5 أو 6 أو 3، لأني بساحب يعني. عجبتني البداية غير المتسرعة، لو سمحتوا ركزوا خلينا، لأنه عم جرب كون دقيق بكل شي رح أقوله. عجبتني البداية غير المتسرعة، يعني بتحسوا هالمسلسل مش مستعجل يعطيكم كل شيء من أول حلقتين، هالغلطة اللي بيوقعوا فيها معظم مسلسلات رمضان 30 حلقة. بيعطيك أول شيء من أول حلقتين، بيعطيك كل شيء من أول حلقتين تقريبا ليعلقك، قال كبلك السنارة، بعدين بيقعد يمطمط فيك 20-25 حلقة لا نقرب على النهاية. يعني بتحسوا المسلسل بداية ونهاية، وبالنص كان فينا نشيل 3/4 القصص. لا، هالمسلسل من بدايته عم يطبخ خطوطه الدرامية على نار هادية يعني، حتى تستوي على مهلة. والمسلسل بيحكي قصة تاج، الملاكم الذي يقاوم في الخفاء الانتداب الفرنسي، والصراعات اللي بيعيشها على مستوى حياته الخاصة والعائلية وعلى المستوى العام أيضا. القصة لا تبدو جديدة، بعتقد حلبنا الانتداب الفرنسي نحن، لشبعنا يعني، بالدراما السورية واللبنانية على فكرة. بس طريقة الطرح تحاول التجديد عن طريق بناء دراما قائمة على العلاقة بين الشخصيات أكتر شيء. يعني بتشوفوا علاقات، بتشوفوا مثلثات، علاقة تيم بزوجته أو تاج بزوجته، علاقة هالمثلث اللي عم بيكون بين تيم حسن، فيونان، بسام كوسا، علاقة الشخصيات بين بعضها. كمان في جوزيف أبو نصار المسلسل، كان هيك ظهور جميل بأول حلقات. فبعتقد يعني أنا بتهمني الحكاية بالآخر، وين عم تدور، بأي زمن، بزمن الانتداب الفرنسي. والله عملنا كتير عن الانتداب الفرنسي، إذا في حكاية شوي جديدة شوي مختلفة شوي تجرب تقدم لي نفسها بطريقة مختلفة، أنا بشتري، أنا اشتريت وحأعطيكم هالفرصة. طبعا الانتاج ضخم جدا، هذا شيء لابد من ذكره يعني، هذا واضح بكل شيء يعني. تم بناء مدينة شبه كاملة لتصوير هالمسلسل، كله تعمر يعني أو عمل. المجهود المبذول على الديكورات والملابس وكل ما يتعلق بتفاصيل الحقبة الزمنية كان كتير واضح المجهود وواضح الشغل، وجميل صراحة. وأهم عنصر ينحكى فيه بهالمسلسل بعتقد هو عنصر الصورة. الصورة ممتازة يا جماعة، يعني يمكن المسلسل الوحيد بين كل المسلسلات اللي حكينا عنها، ويمكن بين كل المسلسلات عم تنعرض برمضان أصلاً، يمكن المسلسل الوحيد يلي عم بيقدم صورة هالقد متقدمة متطورة، صورة سينمائية. الصورة فعلا بتخليكم تحسوا ان احنا عم نحضر فيلم سينما على حلقات، مش عم نحضر مسلسل. الألوان، جودة التصوير، حركة الكاميرات، روحية الصورة، خلينا نقول كلها على بعضها روحية سينمائية بمعنى الكلمة. وهذا يحسب للإنتاج السخي، هذا بدأ إنتاج سخي أكيد، لأنه بدأ معدات يعني مهمة وغالية، وكمان للإخراج طبعا وعين المخرج والمصورين وإدارة التصوير دون شك يعني. هلا على مستوى الأداء،
تيم حسن بأفضل أحواله، معلش بدنا نحكي صراحة، بيني شخصية جديدة مختلفة جدا على المستوى الحركي والصوتي والأدائي وكل شيء، يعني ما إلى أي علاقة لا بعاصي الزند ولا بجبل شيخ الجبل ولا بشي عامله تيم قبل، صراحة كتير مختلف. أنا ما شفت علوم جبل ولا علوم الزند فيه، يعني ليش عم أقول هيدا الشيء؟ لأنه مش سهل ممثل يقدر يطل كل سنة ويطلع بهذا القدر من شخصيات قوية يعني طبع فيها بأذهان الناس. أوكي؟ شخصية جبل نافرة طبعت، الناس صارت تقول لتيم حسن جبل، بعدين بالزند قدر يجي يخلي الناس تصير تقول له زند، عاصي الزند، طلع من جبل تماما. وهلأ بعتقد السنة رح تصير الناس تقول له تاج، لأنه كمان عامل شخصية كاملة، فهديك كتير أثروا بالناس قدر تطلع منهم بهالطريقة. هيدي بدها ممثل حقيقي، بدها ممثل متمكن مثل تيم حسن، متمكن من أدواته، بيعرف يعمل هالشي كتير منيح وناجح معه صراحة. يعني هلأ بتقلي الخط العام دايما هو بيطلع البطل، دايما هو بيطلع الألفا مان، خلينا نقول بيطلع الذي لا يقهر كذا، بيطلع دايما الأبضاي، يعني هيدا شي تاني، هيدا بحث تاني، ولنشوف إذا رح يكون هيك بهالمسلسل كله كمان. فيا يونان بالنسبة لإلي بكل محبة، وما بعرف أنا المخلوقة ولا عندي أي شيء ضدها، ويعطيها ألف عافية، ويعني بوركت جهودها، بس بكل محبة بالنسبة لي الخيار غير مفهوم غير مبرر، مش قادر أعرف ليش اختاروها. بتمنى تكون موفقة أكتر بالحلقات القادمة، بس أدائها لهلأ غير مقنع، مش قادر صدقها أبدا، وأكيد هيدا رأي شخصي بالآخر. أما بسام كوسا فما في داعي طبعا نحكي عنه، مش بحاجة شهاداتنا، لأنه هو المفروض يوزع الشهادات أصلا. تاج لهلأ مسلسل جيد ماشي بخطة درامية ثابتة، وعلى أمل يستمر هيك. أنا حضرت لك مرة مباراة وما عجبت هني لعبة السكرتاوية والأبضاينة أنا ما برتاح لأرباح. بس يا جماعة الخير، هيدي كانت قائمة من 8 مسلسلات سورية أنا حابب شوفها برمضان 2024، والأهم قوائمكم أنتو، شو عم تشوفوا أو شو حابين تشوفوا. يا ريت تتواصلوا معنا على السوشيال ميديا على @الرابعة FM ALRABIAFM، أو عندي على السوشيال ميديا الخاصة في jad.h.wahbi، وشاركونا آرائكم. هالبودكاست يلي سمعتوا الحلقة الرابعة منه بيحكي ورح يحكي عن كل شيء له علاقة بالسينما والدراما، يعني أفلام ومسلسلات مثل اليوم وكل ما لف لفيفها، أحيان مراجعات، أحيان ترشيحات، أحيان قوائم، أحيان معلومات وأخبار وكواليس وكل شيء بدور بهذا العالم. فإذا بتحب هالعالم أعطينا سبسكرايب حتى توصلك الحلقات أول بأول، وإذا ما بتحب هالعالم كمان أعطينا سبسكرايب لحتى نجرب نخليك تصير تحبه. وانطرونا بحلقة جديدة، خميس ايه خميس لا، على كل منصات البودكاست وعلى اليوتيوب. وتذكروا انه هيدا بودكاست، يعني صوت وبس. كان معكم جاد وهبي، وكنتوا عم تسمعوا على راديو الرابعة بودكاست ولا بالأفلام. ولا بالأفلام بودكاست، ولا بالأفلام على راديو الرابعة.